أنا الأول أصبت بهذا الداء العين، يعني كان عندي أعراض عمري ما حسيتها من قبل، يعني كانت عندي ارتفاع في الحمى 39-40 درجة، زاد عن يعني كان عندي تعب كتير، وكان لازم عليا نمشي للمستشفى. مسيت المستشفى القبة، يعني فوت مرحلة صعبة كتير، يعني 15 يوم أنا في المستشفى. بعد الفترة يعني الأم ديالي والأخت ديالي رحمهم الله يعني تصابوا بهذا الوباء العين، تصابوا به يعني وديناهم المستشفى. أم ديالي كي تسقسينا نقولها أن أختي في البيت والحمد لله وكل شيء، والأخت ديالي نقولها باللي أن أمنا الحمد لله راهي في البيت وما كان أي شيء، ما كانوش عارفين. بعد 6 أيام اللي كانوا في المستشفى شاء القدر أن يعني جيني هاتف الساعة 4 صباحا كما نقولوا ولد أختي الله يرحمها. عرفت باللي كاين حاجة، يقول لي أنه أختي الله يرحمها ربي يرحمها. مشيت رحت وين كانت أختي في المستشفى الله يرحمها، يعني تعا داك 4 كنت أختي ديالي يعني صغيرة 60 سنة وعندها أولاد وعندها كانت عندها 20 يوم اللي زوجت ابن البنت ديالها، عندها بنت واحدة. يعاود حتى 7 يرن عليا الهاتف في نفس اليوم باش يقولوا لي بلي الأم ديالي توفات. كيتكلموا معايا قالوا لي الأم ديالك توفات، قالوا لي أم ديالك توفات، يعني ما قدرتش كان أمل. دعيت ربي سبحانه قلت يا ربي قدرني، لأنه الأم ديالي والأخت ديالي في يوم واحد. قلت يا ربي قدرني، أعطيني القوة. كانت يومين من قبل كانت حاسة مسكينة الأم ديالي، قالت لي ياسير، قالت لي كل خاوتك زوج ما يتحيروش، والأخ أختي عندي زوج خاوتي أختي، لأنها أنا عارفة بلي ما يكونوش معها، كانت حاسة عارفة بلي ما يكونوش معها. الأم ديالي كانت السند ديالي، كانت القوة ديالي. قبل ما نخرج من الدار يعني ملي كنت رياضي ولا نقولها ما بقى على خير أنا رايح، كما تسمعنيش مليح نعاود الباب حتى تقول لي روح ربي يسهل يا وليدي. كي تقول لي ربي يسهل باش نغلق الباب، كي ما تقولهاش ما نعاود نحل الباب نقولها ما أني خارج أني رايح. يعني لو كان واش نقولوا تعاود تولي يعني تعطيني الوقت 30 ثانية دقيقة نعاود لهذاك الإحساس، ما نتمناها حتى واحد. ربي إن شاء الله يجعلهم أهل الجنة. كنت في حالة خطيرة وحالة يعني ما نتمناها لأي شخص، ويعني من هذا المنبر نقول كل الشعب الجزائري ردوا بالكم، حافظوا على العائلة ديالكم. كيكونوا معك الوالدين تكون قوي أكثر وأكثر، راح تزيد لك نفس باش تكمل المستقبل ديالك. حافظوا عليهم.